ناخد لفه كمان. نورتي بيتك يا عروسه. هو ده البيت؟ هو ده البيت. مالك مخدوده كده ليه؟ يا نهار ابيض، النفضه اللي بتتلم فيها دي يا دلال، ده بيت العيله واللي جوه دول هيبقوا اهلك. ايوه بس اللي جوه دول برضه يبقوا. اللي جوه دول اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا، وهيبقوا عزوتك انت كمان. ايوه بس هنفضل برضه في الاول وفي الاخر ضرايب. ما عندناش الكلام ده، مفيش عند فواز الصياد الجو ده، كلنا هنا عيله واحده، وهتشوفي بنفسك هيستقبلوك ازاي. مش هحكي، تعالي بصي بنفسك. يلا. احلى قفله طبعا. والله يا حياتي. اتفضلي يا عروسه، بيتك ومطرحك. حلوه برافو عليك فوز هكبس فوز يلا يا ولد يلا
وش حد. راح اعيش معاهم ازاي دول في بيت واحد؟ ازاي؟ ازاي؟ لا 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 لا، اوعي بقى نبوظ فرحتنا عشان شوية هزار. هو ايه ده الهزار؟ طبعا خدي بالك، خدي بالك، هما اللي موظفين لك الاوضة دي بذمتك. شفتي حنية أكتر من كده؟ عرس ونايم، كانوا عاملين لي في الأوضة عمل. عمل إيه يا دلال؟ دي ناس تخاف ربنا. لا لا لا، ما عندناش الكلام ده. البيت اللي فيه قرآن ما يدخلوش الشيطان. أنا مش عارفة ليه حاسة إن جسمي كله بيرتعش، وحاسة إن أنا متلجة. متلجة؟ دلوقتي التلج يدوب أول ما الحرارة تسري والدم يجري والقلب يدق والروح تطير توصل لسابع سما. شو لك خبرة؟ شفتي حاجة؟ احنا دلوقتي نقوم نصلي ركعتين ونقعد نقرا في المصحف شوية كده، هتلاقي نفسك هديتي وصفيتي وبالك ارتاح، ونرجع تاني تلاقي الروح طارت في سابع سما. ايه ده؟ خلاص خليكي زي ما انتي، ولا اللي هغير لك هدومك. فين هدومك؟ قلنا بلاش تصنط بقى، حرام. النبي تنيلي اسكتي وتكوكسي، كفايه اللي بيحصل جوه. يا رب اخلص منك كنت الجوز عشان اعرف اسمع كلمه واحده يا شيخ. خليكي معايا انهار. دلوقتي هو كان بيغمس لك ليه؟ عشان تحط لها الحبايه في الكوبايه مش كده؟ لا، كان بياخد مني معاه. كنت هتحطيها لها في العصير صح؟ يا اخي جاي ليه يا فرحه خير في كده؟ تحط الحبايه في الكوبايه؟ لم روحك يا سميحه بدل ما اجيبك من شهر. جراي انهار، هو انت يا اختي مش قادره على الحماره تقطعي على البردعه ولا ايه؟ لا ده انا البردعه قوي البردعه. يا جماعه ارحمونا، كفايه. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلالة، انت ما لبستيش قميص النوم ليه؟ دلال، ايه الليلة السودة دي؟ يا نهار يا سميحة يا هدى. يا سميحة خشي يا فتي. ايه يا اخويا في ايه؟ ايه حصل؟ ويا لحظة ايه حاجة في ايه؟ عملت ايه في البيت يا نهار؟ البيت قطع النفس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تكون شي ماتت؟ انا الله ولا فيك يا بنتي. يخرب بيتك بتسخني يا راجل. يا حاج مالك اعصابك بقت رهيفة خالص. ايه دي نايمة؟ ده منظر واحدة نايمة؟ اكونش يا اخويا اديتها حباية منومة بتاعتي بدل الحباية اللي بالي بالك؟ اكونش في ليلة زي دي يا نهار؟ وماله يا حاج؟ ما انا باكلش كل يوم وعايشة. انهار خلاص يا حاج، خلاص المسامح كريم، تتعوض والايام جاية كتير. جاوة ده زي ما نمتيها هتصحيها. يلا يا اخويا يلا. طيب ايديكم معايا يا شباب. هتعملوا ايه؟ هنفوقها طبعا. عندي حق. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى اهو عايزاكي ساحه جنب يمين. حاضر. يا رب تكوني يا سندي. خدي فوقي يا عروسه. انسي يا امي، ده انا باخد الحبايه دي بنامني اسبوع. انتي حاول تحاول. هاتي اهو. يلا بقى يلا يا امي. فوقي انتي وسعتي. بتعملي ايه؟ يلا يا حبيبي. حبيبي
فداكي يا اختي. بقول لك صباحيه مباركه، انت ايه في مشكله في السمع؟ لا لا لا، السمع تمام اهو اهو. صباح الخير يا اختي. صباح النور يا اختي. صباحيه مباركه عليكي يا عروسه يا حلوه. تعالي في حضني، انا ما عرفتش ارحب بيكي امبارح. ايه ده؟ ايه اللي بتعملي ده؟ حلوه. الا قولي لي يا اختي، هو الحاج لسه نايم؟ لسه نايم. حلو، فرصه علشان نتعرف. بس اوعي تكوني زعلانه مني من حركه امبارح، اصل احنا كل فتره لازم نعمل زار عشان نفك الكرب والهم يروح. انا اسمي انهار، انت مين؟ انا دلال، اسمي دلال. دلال يا اختي، اسمك حلو وطعمه وبيضه، ايه الروقان ده؟ شعري حرام عليكي، هيتقطع في ايدك. معلش يا حبيبتي، ما انا لازم اتاكد انه حقيقي، افتكرته تركيب بس حلو وناعم. وانت لما انت حلوه كده سبتي سرير جوزك وقمتي من جنبه بدري كده ليه؟ ابدا، اصلا انا صحيت من النوم يعني، فخفت اعمل دوشه في الاوضه وكده، فقلت اسيبه نايم براحته. حبيبتي حبيبتي، احنا هنا. ايوه قلبي الكبير يا اختي، اسم الله عليكي يا اختي يا اختي على القمر. ابدا. سميحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا هنية، شفتي عفريت؟ لا 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 لا، مش قصدي. ايه حتة الحلاوة دي؟ ايه القمصان الحمرا دي يا بنت؟ ايه الحلاوة دي؟ وايه الغويس دي؟ كل دي غويس. هاتي حضني هاتي حضني هاتي حضني يا اختي يا اختي يا اختي. انت بتعملي ايه؟ برحب بيكي يا هنية. تعالي يا اختي، هاتك بالراحة شوية، البنت لسه عايزينها. اندهي على العيال، خليهم يجي يسلموا على طنط. يا عيال يا عيال، الحاج فواز، تعالوا بوسوا طنط. عياله كل دول يا اختي، ده في لبقك يا بنت. وقول الله اكبر. الله اكبر. يا ولاد خدوا طنط وفرجوها الجنينه، عايزاكم تبسطوها. فكي نفسك كده يا دلال مع العيال، وروحي ويجي معاهم كده يا اختي. ولا انت ما بتحبيش العيال؟ لا ازاي، هو في حد يكره العيال؟ دول نعمه حتى من عند ربنا، وبعدين يعني كفايه ان هم عيال الحاج فواز الصياد. خلاص يا عيال خدوا طنط. قال انه مش جاي النهارده، والراجل بتاع الدفينيه ومعاه واحد لبناني جوه مع استاذ زكي. ما انا عارف زكي اتصل بيا، انا بسال عن الحاج عيان عنده ايه، ده كان زي الفل امبارح الفرح.
اقصى عليك يا شحاته، مش كنت تقولي اجي اتفرج؟ كان نفسي اشوف الحاج وهو عريس. يا سلام، احنا في ايه ولا في ايه يا اداء؟ لما ادخل اشوف زيك كده عايز ايه؟ شحاته ارجع وقضيها. لوك 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 لوك. نعم. هو انت ما صورتش الفرح على الموبايل؟ ده انا هصور قتيل في الشركه دي يا اناء، ده دي رخمه قوي. اشوف فيك يوم يا شحاته واشوف الحاج وهو عريس. احنا ان شاء الله نروح نبص على البضاعه اللي في المخازن الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا شحاته نشوف ايه الشغل اللي فيها ينفع وايه اللي ما ينفعش، وبعد كده ندي اوردر للمصنع بالشغل المطلوب. هي دي اوامر الحاج. اهم حاجه تبلغه سلامنا وتقول له الف سلام عليك يا حاج. وانا هون بمصر كام يوم، بتمنى الحق اشوفه ان شاء الله. هو بس ريح النهارده شويه ومن بكره ان شاء الله يبقى معانا. شحاته احنا ينفع نروح المخازن امتى؟ في اي وقت زي ما تحبوا، انا جاهز لو عايزين دلوقتي. يلا على خيرة الله، يبقى نتكل وخير البر عاجل. مشي الحال. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا بيتكم ومطرحكم، اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده يا حاج؟ ده ولا مبنى المحافظه. محافظه ايه ده؟ احسن من مبنى المحافظه والله. شايفه يا محمود؟ شايفه يا محروس يا اخويا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هي ده اللي هتعيش هنا؟ اه طبعا. الله، ما هو ده بنت العيله وهي خلاص بقت واحده من العيله. اتفضل 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 يا حاج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حلو قوي التغيير اللي انت عملته ده يا استاذ محروس. شوف انتوا السابقون احنا اللاحقين يا حاج. ايوه ايوه. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش كده، خيلتيني رجلين وبق. ايه يا هوانم يا هوانم يا هوانم جاردن سيتي؟ نعم. الحقوا اهلها وصلوا ومعاهم الحاج الكبير. اهلها دول فيهم رجاله؟ باين لي راجل واحد. يلا احنا بقى نقوم نستقبلهم. روحي دخليهم الصالون يا زينب. وانتوا تعالوا معايا. هنروح على فين يا نهار؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايف النجفة؟ آخر مرة شفت نجفة زي دي كان في سيدنا الحسين. أي بس النجفة دي درعتها كلها مكسرة وملحمينها. بس برضه بسم الله ما شاء الله، قصر بحق وحقيقي. تعرف يا محروس يا أخويا زي القصور اللي بتيجي في الأفلام بالظبط. أفلام إيه يا أم دلال والعياذ بالله؟ إحنا لينا في الأفلام. أعوذ بالله أعوذ بالله. يا أخ محروس مالها الأفلام؟ ما احنا طول عمرنا متربيين على الأفلام دي يا راجل. يا مصر كان هيبقى لها طعم من غير الأفلام. والله عندك حق يا حاج، فعلا مصر اكتسبت طعم من الأفلام. احنا كان عندنا أفلام عظيمة. الناصر صلاح الدين و وإسلام طبعا طبعا، ربع العدوية في النص الثاني بس يا حاج. تمام. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، الف مرحبا. إيه الجماعه اهم نازلين، تحبوا تشربوا حاجه؟ اجيب لي شربات وهاتي حاجه حلوه بسرعه. يلا حاضر يا حاج. اما البنت وحشتني بشكل يا حاج. وحشتك ايه بس يا ست مدلال؟ لسه سايباك امبارح. اهي الليله دي عندنا يا حاج بمقام سنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مين دول يا حاج؟ دول معرفهمش، بس يمكن والله اعلم يكونوا جماعه الحاج. انا عاوز اشوف بنتي. استنى استنى يا مدلال لما نتعرف بالعيله ونتبارك بيها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سماهم على وجوههم. الرميه انهار سلمي على الست مدلال. أنا مش أنهار يا حاج، أنا سميحة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا وألف مبروك وتبارك الله ما شاء الله.
طيب قربي انت يا انهار سلمي على ست مدلة. انا مش انهار يا ابو الحاج، انا هدى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا والف مبروك وربنا يهدي. بتهيالي كده يا حاج ما بدهاش ان فضلة دي تبقى الست انهار اللي انت بتدور عليها. انا مش انهار يا حاج، انا انهار. كل سنه وانتوا طيبين. والطيبه يا ست اللي فيكوا انهار ربنا يسترها معاكوا جميعا. تطلع الفواز ابني. انا عايز اشوف بنتي. عاوزه تشوفي يا ستي؟ عاوزه اشوف بنتي يا حاج. اكيد كلوها.